لماذا قتل الطفل عبد الرحمن عطران في إب؟ كيف وصلت الوحشية إلى هذا المستوى في ظل حكم ميليشيا الحوثي؟ وكيف أصبح عنف الميليشيا وسلوكها ثقافة مجتمعية تهدد المجتمع والدولة؟ أهلا بكم. قبل أيام أقدم مسلح يدعى عبد الله الديلمي بقتل الطفل عبد الرحمن عطران في محافظة إب بسبب أنه رمى بالكرة عليه. نفذ الديلمي جريمته بوحشية رهيبة، حيث أمسك الطفل بين ذراعه وأطلق على رأسه الرصاص من مسافة صفر كما قال شهود عيان. الجريمة هزت المدينة وهزت البلد بأكمله، إذ أصبح القتل والعنف وانتشار السلاح ظواهر يومية تحكم البلد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة وسيطرتهم عليها. عشرات الحوادث المشابهة ترتكب في مدينة إب وغيرها، حيث نفذت الميليشيا عشرات الجرائم من القتل الميداني وتفجير البيوت وتفخيخ الجثث. تعمل منذ 4 سنوات على تفخيخ المجتمع بثقافة العنف والقتل متجاوزة النظام والقانون. ساعدها في ذلك غياب الدولة الذي فرضه انقلاب الحوثيين عليها. انتهاكات جسيمة يتعرض لها أطفال اليمن، وكأن الحرب لم تكفي لإطفاء هذه الشموع باكرا، فانتشر الوحوش البشرية للقضاء عليهم وبطرق وحشية ولأسباب واهية، والأدهى اللا رادع لكل هذه الجرائم سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي لا زالت ترزح تحت وطأة الانقلاب. الخميس الماضي نامت مدينة إب على وقع جريمة هزت ضمير المجتمع اليمني بأكمله. شاب يدعى عبد الله الديلمي يقتل الطفل عبد الرحمن عطران بسبب أن كرة الطفل وقعت عليه كما قال شهود عيان. غضب الديلمي وسحب الطفل، أحكم قبضته على رأسه وأخرج مسدسه وأفرغ في رأس الطفل رصاصتين من مسافة صفر. تبعثر رأس الطفل عطران وتبعثرت كل أحلامه الجميلة كما كتب أبوه في رثائه الحزين. الجريمة هزت الشارع اليمني بأكمله. لم يعتد اليمنيون على انتهاكات جنائية بهذه الوحشية حتى حكمت الميليشيا ونشرت القتل والعنف في كل مدينة وقرية. لم تكن هذه أول طلقة حوثية في جسد المدينة التي لطالما قتل فيها المدنيون بدم بارد وبوحشية لا يشبهها إلا تاريخ الإمامة القاتم. الطفل إسامة بودير، بشير شحرة، محمد بودير، عمال القاتف النادرة وغيرهم العشرات أزهقت الميليشيا أرواحهم في إب بطريقة وحشية. واليوم في مديرية فرع العدين أجهز مسلحون حوثيون على المواطن أسامة قائد مجلي بعد إصابته بطلق ناري خلال مروره أثناء اشتباكات مسلحة بين أهالي منطقة وادي المكارمة وعناصر ميليشيا الحوثي في المنطقة. ليست فقط مدينة إب من تنزف دم أبريائها، ففي عدن وقبل أيام عثرت أجهزة الأمن على الطفل قصي سلاب ميتا في سقف منزله في مديرية صيرة، وقالت السلطات الأمنية إنها ألقت القبض على قاتل الطفل قصي وستخضع قضيته للإجراءات القانونية. إذن انتهاكات يتعرض لها المجتمع في اليمن، الأطفال في مقدمة الضحايا في ظل تجاهل أطراف الحرب للقوانين المحلية والدولية. تقول التقارير الحقوقية إن ما يقارب من نصف مقاتلي ميليشيا الحوثي هم من الأطفال، وإزاء حوادث القتل والتجنيد والحرمان من التعليم والاستغلال الجنسي تقف الحكومة والمجتمع الدولي عاجزين عن حماية أطفال اليمن في ظل حرب قضت على كل شيء بما فيها براءة الطفولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفتي التي ستنضم معنا عبر سكاي بورد، العواضي الناشطة الحقوقية من أمريكا، وسيكون معها آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير لك أستاذة وردة. أهلا بك، وأتمنى عليك رفع الصوت أو معالجة الصوت من هنا لا أستمع إليك جيدا. أستاذة وردة، كيف تلقيت بداية خبر وفاة أو مقتل الطفل عبد الرحمن في إب بتلك الطريقة؟ والله فعلا يعني شيء غريب أنه طريقة الجريمة كيف حصلت، فعلا شيء غريب جدا. يعني شاب عبد الله الديلمي، شاب ليس له سوابق، ثم يقوم بهذه البساطة ويحمل السلاح ويقتل الطفل الأكبر فقط الكرة سقطت عليه. طبعا هذه لها أسباب أعتقد طبقية، ربما هذا تربى في مجتمع له من طبقة معينة وهو يرى نفسه أفضل من الآخر. تصرف فعلا يدل على المكان الذي تربى فيه أو الأسرة التي ربته على هذا الشكل، التعالي والتكبر. يعني كان صدمة كبيرة جدا، جريمة قتل من شاب إلى طفل آخر.
نعم، إذن كيف تفسرين انتشار الجريمة بهذه الصورة؟ يعني بعد للأسف الشديد لم تعد كل جريمة تأخذ حتى مداها بالنسبة للمجتمع، تأتي جريمة أخرى مفزعة بعدها بأيام وهي مقتل الطفل قصي أيضا في عدن بسبب يعني أو ارتكبوا الجريمة أقرباؤه اثنين من أخواله بطريقة أيضا وحشية، ما هو تفسيرك لهذا الانتشار واستخدام الجريمة بهذه البساطة؟ طبعا الجريمة لها أسباب اجتماعية أيضا. نعم. طبعا لأنه ما لا ليس هناك دولة، ليس هناك حكومة، الوضع منفلس سواء في الأماكن الواقع عليها تحت الشرعية أو الأماكن اللي واقع عليها تحت الميليشيا، لأنه ليس هناك دولة أو قانون، حتى المنظمات لن يكون لها أي قوة تحت أماكن ليس فيها أمن وسلام، ليس هناك دولة واحدة، ليس هناك حكومة تدافع عن الأفراد، وبالتالي القانون أيضا ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن الأفراد، هذا كله نتيجة لأن ليس هناك غياب الدولة في اليمن. نعم، إذا يعني هل أفهم من كلامك أنه ربما حين يأمن القاتل العقاب فهو يتخذ من أتفه الأسباب ممكن أن تؤدي إلى جريمة كبيرة؟ يعني مقتل الطفل بسبب أن الكرة وصلت إلى القاتل واتسخ ثوبه فقام بإطلاق الرصاص بطرق يعني بطريقة وحشية لأنه يأمن أنه لن يعاقب في ظل اللا دولة؟ طبعا الان طبعا امس قالوا الذين هم على الحوسه ان الطفل تم القبض عليه، لكن اذا كان يعني هذا الطفل، عفوا سؤالك هل قصدت يعني هذا الشاب لماذا تصرف هكذا؟ الشاب نعم، يعني لما تستسهل الجريمه؟ هل لانه يعني نعرف انه لن يحاسبنا احد، لن يتم عقاب احد، هناك كثير من الجرائم التي قيضت ضد مجهول او التي خرج فيها القاتل متباهيا. نعم 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 نعم، لأن ليس هناك قانون في الدولة، ليس هناك دولة إطلاقا، لذلك الآن أصبح الموضوع كالغابة، يعني أنا أنتمي لأسرة لها قوة، إذن أنا أتصرف كما أشاء، هذا نتيجة أنه ليس هناك قانون حقيقي على أرض الواقع، ليس هناك دولة، ليس هناك حكومة، إذن التصرف يكون من قبل الشخص إذا كان ينتمي لأسرة كبيرة، إذا كان ينتمي لأسرة لها سلطة، لها قوة، إذن نصبح في قانون الغاب. نعم، إذا بالفعل يعني هذا قانون الغاب الذي تتحدثي عنه أستاذة وردة، وهي للأسف الشديد أكثر من يتضرر منها هم الأطفال، يعني الجرائم التي ضد الأطفال ربما باتت سلوك شبه يومي في حكم الميليشيا، هل كرست ثقافة الميليشيا بحمل السلاح؟ وجدنا أطفالا يحملون سلاحا، وجدنا إسكات لأي مدافع عن حقه بالسلاح، وجدنا تفجير بيوت، ألوان من الجرائم، هل هذه الممارسات خلال الأربع سنوات الماضية هي ما أدت من جعل الموت أو ثقافة القتل كثقافة يومية تمارس بهذه البساطة؟ طبعا الموضوع طبعا سيكون له علاقة، طالما الحوثة هم سلطة الأمر الواقع الانقلابيون، الأسر التي تنتمي إلى هذه الشجرة الهاشمية، وطبعا أنا لا أسيء لكل الهاشميين، هناك أسر محترمة جدا، طبعا تلعب دور، لأنه حمل السلاح كانت موجودة في اليمن صراحة قبل الميليشيا، نعم. ليست ظاهرة ظهرت الآن، لكن الأمر الآن سيكون ما بين أنا أنتمي إلى أسرة طبقة لي وساطة مع الحوثيين، أو أنا من هذه الأسرة التي قريبة من الحوثة الهاشميين إلى هذه الشجرة، طبعا هذا سيلعب دور كبير جدا ان يكون لهم قوه الاطفال او الشباب الذين ينتمون لهذه الاسر، فلهم دائما نوع من الحمايه، ليست الوساطه ولكنهم قوه اجتماعيه. نعم، لكن اسمحي لي يعني اختلف معك في مساله ان السلاح كان منتشر، نعم هو كان منتشر، ولكن ربما لدى الكبار لم نجد اطفالا يحملون السلاح بهذه الكثافه في المدينه، يعني ربما نجد هذا الامر في القرى في الاماكن. نعم لكن يعني وجدنا من يقف كلجان امنيه وهم اطفال يقفون ويفتشون السيارات بصوره واضحه. نعم هذا فعلا اكيد هذا له علاقه مع دخول الميليشيا الحوثيه، حمل الاطفال الذين يحملون السلاح، هذا له علاقه كبيره نعم في داخل المدن، لم يكن هناك في المدن، انا قصدت في المناطق القبليه حيث الاطفال يحملون السلاح، اما المناطق المدينه نعم لم تكن هناك لدينا في اليمن اطفال يحملون السلاح، وهذا له علاقه مباشره
الوضع المنفلت الذي طبعا وجود الحوثة وتركهم للأطفال يحملون السلاح، نعم هناك علاقة. نعم، إذا أستاذة وردة، يعني أيضا أود أن أسألك، كونك تعيشين في الولايات المتحدة، مسألة المنظمات المعنية بحقوق الأطفال كيف تمر عليهم هذه الجرائم بالنسبة لأطفال اليمن، ولا نجد ذلك الدفاع أو ذلك الصوت الحقوقي القوي الذي نجد حينما يتأذى طفل آخر في بلد غربي؟ يعني أطفال اليمن قتلوا بسبب قصف التحالف، أطفال اليمن قتلوا بسبب النزاعات المسلحة في المناطق الجنوبية، أطفال اليمن قتلوا بسبب قصف الحوثي العشوائي، بسبب الألغام، بسبب الاختطافات وزج بهم في الجيوش، وأيضا للأسف الشديد بسبب الوضع المجتمعي الحاصل أصبح القتل يستهدف كثير من الأطفال، اختطافات وقتل واغتصاب وما إلى ذلك. ما الذي صنعته المنظمات الحقوقية؟ بالنسبة للقصف الأطفال أو ما يحدث، طبعا المنظمات الحقوقية هي مرتبطة مع المنظمات داخل اليمن. إذا كانت المنظمات داخل اليمن ليس عليهم أي تهديد من قبل الحوثة، يستطيعون أن يقدموا التقارير كاملة. هناك علاقة ما بين المنظمات الخارجية والداخلية، فالمنظمات الخارجية لن تعرف شيء إذا كانت المنظمات الداخلية لا تأتي بالتقارير كما يجب. وهناك فعلا منظمات قاموا زي منظمة المواطنة جاءوا بتقارير، لكن ما زال يعتبر هذه التقارير في ظل وجود الحوثة وفي ظل ميليشيات أخرى والوضع المنفلت لا يستطيعون أن يأدوا أعتقد تسجيل الحالات، خاصة عندما تكون من قبل الحوثة. لا أظن يستطيعون أن يسجلوا الحالات كما هي، لأن حياتهم أظنها ستكون معرضة للخطر يعني. نعم، إذا اسمحي لي أستاذة وردة أن ينضم معنا عبر الهاتف المحامي وليد عمر الكسيري من محافظة إب. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور أستاذة. أهلا بك أستاذ وليد. يعني من الواضح أن الأطفال ضحايا الحرب على أكثر من صعيد ومن جهة، ما هي أسباب غياب الحماية الكافية للأطفال والمدنيين بشكل عام؟ بصراحة خاصة في الآونة الأخيرة ظهرت المجتمع ظاهرة الاستهتار بأرواح الناس، فأصبحت تسمع في العديد من حوادث قتل الأبرياء لأسباب أقل ما توصف بأنها تافهة وبدم بارد، وكل ذلك ما هو ثقافة العنف الذي انتشر والتساهل في حمل السلاح واستخدامه في كل وقت وحين، كما أن السلطات المسؤولة على السلطات الأمنية المسؤولة لم تتقاعس عن أداء مهامها في منع حمل السلاح وضبط أو تنظيم حمل السلاح ومعاقبة الجناة وكل من يرتكب أعمال من هذه الأعمال التي تزهق أرواح البشر، معاقبتهم أو حالتهم من الجهات الوضعية حتى القضاء السلطة القضائية في الدولة. فأصبح هؤلاء يشعرون بأنهم في مأمن، وكما عندنا يقول المثل بأن من أمن العقوبة سعى الأدب. نعم، فغياب العقوبة هو سبب رئيسي في ذلك. نعم، إذا أستاذ وليد، يعني حقوق هؤلاء الأطفال والتي تذهب هدرا عادة، يعني كيف يمكن أن نشكل ضغط مجتمعي على الأقل للحفاظ على حقوق الأطفال، ليس فقط في قضية عبد الرحمن ولا في قضية قصي في عدن، هناك الكثير من القضايا للأسف الشديد التي برزت خلال الأشهر الأخيرة، كم من أب قتل طفله أو طفلته جراء تعذيب، كم من حالات اختطاف واغتصاب ومشاهدة لأطفال مرميين في الشوارع وفي أماكن يعني لا تليق، كل هذا أستاذ وليد، يعني هل من طريقة على الأقل تحصين المجتمع يعني أخلاقيا تجاه هذه الجرائم؟ طبعا وسائل الإعلام لها دور كبير في ذلك، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي. في الآونة الأخيرة وجدنا بأن الكثير يتفاعل معظم الشباب والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي مع مثل هذه الظواهر، والكل ينبذ هذه الظواهر، والكل يعلن تضامنه بمحاولة إيجاد حلول للحد من هذه الظواهر. وطبعا تضافر المجتمع وتماسك المجتمع والقيام واجب المجتمع من كل جميع أفراد المجتمع، كل الفئات، كل سواء من مختلف الأحزاب والمنظمين والتيارات والتشكيلات داخل المجتمع، لابد أن يتحد الجميع في ظل هدف واحد وهو سنو حماية الطفولة.
حماية الطفولة هدف طبعا عام للجميع، هدف سامي، لا يمكن أن يقبل به طرف ضد طرف، ولا يمكن أن يقبله فئة أو جماعة أو حزب، الكل مع واحد هو حماية الأولى من هذه الانتهاكات. خصوصا أنا أقول الأخيرة كثير من الحوارات اللي هو هذه ليست قضية الأخ أو الطفل عبد الرحمن عطلان، هي الأخيرة أو الوحيدة، بس هي الوحيدة التي نالت صدى كبير لبشاعتها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي عملت على إظهارها وعلى أمام الجميع. هناك عندنا أطفال آخرين، عندنا طفلة اسمها أنفال عبد الله عمرها 3 سنوات، ليلة السبت الماضي وهي على سطح المنزل تقوم بنشر الغسيل، غسيل الملابس بعد أن قامت غسله، فإذا هي تعرض إلى طلقة نارية في ساق رجلها اليمنى. كذلك عندنا طفل آخر أصيب بطريقة بشعة أيضا، اسمه الطفل فاروق ياسر مغلس، والكثير من الحوادث التي يوقع وضحية الأطفال. عندنا كثير من الأحياء يحدث عندنا اشتباكات مسلحة، ويتم توجيه بطولات البنادق بشكل مباشر داخل الأحياء السكنية، داخل الحارات، حدث في الأمس وحدث اليوم خاصة عندنا في مدينة إب، وكما يحدث في أغلب المحافظات. ولذلك نطالب السلطات الأمنية وكذلك المجتمع أن نقف جميعا من أجل أن يشعر المواطن والطفل يشعر بالأمن والأمان. لا يمكن أن يقف المجتمع متفرج، لابد أن يقف الجميع في وجه هذه الظاهرة، لابد من نقد هذه الظاهرة، ظاهرة التفلت، ظاهرة حمل السلاح بدون غرض أو بدون ترخيص قانوني أو مجرد الاستعراض العضلات، عملية إطلاق النار في الأعراس، في المناسبات، في الموت، ورصاص راجع، والكثير يقعوا من الضحايا سواء أطفال أو نساء، وهذا كله لابد أن يقف أبناء المجتمع الواحد بموقف واحد، نبذ هذه الأمور، نبذ هذه الظواهر الخارجة عن الأعراف والتقاليد والخارجة عن إطار الشرع الإسلامي. كذلك نطالب السلطات الأمنية القائمة على هذه المحافظة وعلى بقية المحافظات أن يقوموا بواجبهم في رد مثل هذه الأعمال، في محاسبة هؤلاء الجناة. نطالب كذلك الجهات القضائية والسلطات القضائية بسرعة البت في مثل هذه القضايا، كون الجاني عندما يرى أنه تتأخر العقوبة سيتمادى غيره ويتمادى غيره، ولو تم هناك إنجاز القضايا بشكل سريع مثل هذه القضايا، قضايا مجتمعية، قضايا جرائم مشهودة يفترض أن تعامل ويتم إجراء المحاكمة مستعجلة، حتى يعرف المواطن بأنه إن انتهك القانون، إن انتهك هذه الحرمات، إن سلك الدم بأن مصيره سيكون مصير أي مجرم نال عقوبته وفق الشرع والقانون. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ وليد عمر الكثيري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة إب. عودة إليك أستاذة وردة. أستاذة وردة، يعني ربما تحدث الأستاذ وليد عن نقطة مهمة، وهي أن هناك بعض القضايا التي تبرز على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الإعلام، وبعض القضايا لا يتم التطرق لها رغم أنها كلها جرائم وكلها أودت بحياة أطفال. يعني كيف تفسرين ذلك؟ ولما لا يكون المجتمع ربما هو الحامي الحقيقي لهؤلاء الأطفال من خلال الضغط المجتمعي على المجرمين وعلى الدولة، يعني أو على الأقل يعني من يمكن حماية الأطفال بصورة أو بأخرى؟ الصوت تقطع، ما كان سؤالك؟ ممكن تعيد السؤال؟ نعم، هو تعقيب على حديث الأستاذ وليد الذي تحدث أن هناك جرائم يعني المجتمع يتحدث عنها وتبرز بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرائم أخرى لا يتم التطرق إليها بتاتا وتحدث وربما تكون أيضا بمستوى معين من البشاعة والسوء، فلما لا يكون المجتمع هو يعني رجع الصدى الحقيقي للضمير، للأخلاق، وأن يشكل يعني قوة ضاغطة حقيقية لحماية هؤلاء الأطفال؟ طبعا هذه الجرائم التي برزت بالشكل الواضح ليس فقط قتل الأطفال أو العنف الأسري، أيضا اغتصابات الأطفال أيضا ظهرت بشكل واسع، هذه نتيجة الانفلات الأمني في اليمن، هذه كلها نتيجة غياب حكومة حقيقية، نتيجة قانون بلد، نتيجة غياب دولة. ما يواجهونه الأطفال الآن سواء عنف أسري، سواء اغتصاب، سواء
هذه الجرائم الاخيره، مقتل عبد الرحمن، الطفل عبد الرحمن، هذه كلها نتائج انفلات الامن. نعم. إذا يعني المجتمع أيضا أستاذة وردة، أود أن تحدثيني برأيك، يعني كيف يمكن لهذا المجتمع، للنخبة المثقفة، لوسائل الإعلام، أن تشكل حصن معين لحماية الأطفال، سواء من العنف الأسري أو العنف الذي يتعرض له الأطفال في الشارع، من اغتصاب، من اختطاف، من قتل بدون سبب؟ آخر صوتك كان بيتقطع، السؤال ما هو السؤال الأخير؟ يعني نعم، دور المجتمع في حماية الأطفال، كيف تجدين أنت، كيف يمكن أن يقدم دورا ملموسا؟ التوعية، التوعية مهمة جدا، أيضا تسجيل حالات العنف، كل عنف يوجه للطفل، الإبلاغ عنه، هذه أيضا واحدة من أهم الأسباب في تقليل حدوث العنف هذا، سواء عنف ضرب، سواء عنف اغتصاب، او سواء عنف قتل، الابلاغ عنه، التوعيه ايضا بحقوق الطفل، هذه مهمه جدا، ليعرف الجميع ان هذا الطفل حتى لو كان صغير السن له حقوق انسانيه، الاهل ليس لهم الحق ان يضربوا اطفالهم ضربا مبرحا مثل ما حصل لاصيله، تلك الفتاه التي قتلت على يد ابيها. طبعا دور الاعلام هنا التوعيه بشكل مستمر، إن هؤلاء الأطفال لهم حقوق، الأسرة عليها أن تعامل أطفالهم كأمانة في أيديهم، المجتمع، الشارع أن يبلغ عن أي حالات عنف ضد الأطفال، اغتصاب، قتل، دائما يكون في تعاون. وطبعا شاهدنا أن الكثير يرفضون هذا العنف، وهناك يعني يسجلون حالات، ونريد الجميع أن يستمر على هذا المنوال، فضح الجريمة، كشف الجريمة، وعدم التعاطف مع المجرم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك وردة العواضي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر سكايب من أمريكا. وينضم معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأخصائي النفسي دكتور مهيوب المخلافي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور. الأطفال ضحايا السلاح المنفلت، يعني حوار ربما صعب ونحن نتحدث عن فئة ضعيفة هي فئة الأطفال، لماذا اتسعت كل هذه الانتهاكات ضد هؤلاء الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الحرب بمعناها الأوسع هي التي تصنع اليوم هذا الانفلات وهذا العدوانية التي تحدث في هذه الأيام. وكلما اتسع نطاق الحرب معنى ذلك أنه اتسع الإجرام ضد الأطفال، وانخرط أيضا الأطفال في خضم هذه الحرب، بحيث أن اليوم اليمن ضمن مجموعة من الدول التي تعاني من الحرب في هذه الأيام، صار متسع الحرب اليوم، وصار أيضا عامل الطفولة عنصر من عناصر العناصر المهمة في الحرب، حيث في اليمن استخدم ميليشيات الحوثي الأطفال ك يعني عامل مهم جدا في الحرب اليمنية التي تدور اليوم. هذا مما جعل الأطفال أيضا يتأثروا سلبيا، وأيضا جعل الأطفال سيتأثروا أيضا فيما بعد الحرب، حتى أن اليوم الأطفال الذي نتعايش معهم في مركز الملك سلمان نجد على أن هؤلاء الأطفال وصلوا إلى مرحلة العدوانية، مرحلة التمرد، مرحلة الشرود الذهني، مرحلة القلق، مرحلة الخوف. هذا السبب الذي أدى إلى أن الأطفال سيعودوا بعد ذلك أو بعد هذه الحرب إلى عامل العدوانية وعامل التمرد، حتى على
الدولة التي ستأتي بعد قيام هذا بعد انتهاء هذا الحرب. سيتمرد هذا الطفل وأيضا تنتهك سينتهك حقه بنفسه، وكما أن اليوم ينتهك حقه من قبل أشخاص، غدا سينتهك حقوقه أيضا بنفسه، كونه وصل إلى مرحلة العدوانية ومرحلة اللا مبالاة في حمل السلاح، اللا مبالاة في القتل. لكن دعني أسألك دكتور، يعني عاشق نعم هذا بالنسبة للأطفال الذي ربما يمارس عليهم عنف سينقلب عكسيا في المستقبل، سواء الحرب التي ظروف الحرب التي يعيشونها أو ما يمارس عليهم من عنف الأسرة أو عنف الشارع أو إلى آخره. لكن أيضا للأسف الشديد وكأن الحرب لم تكتفي فقط من أو لم تكفي هؤلاء الأطفال الذين يموتون جراء الحروب، سواء القصف أو القنص أو الاختطافات والذهاب بهم والزج بهم إلى يعني محارق الجيوش، ولكن هناك أيضا ظاهرة قتل هؤلاء الأطفال بسبب أو بدون سبب حقيقي. يعني الطفل عبد الرحمن الذي قضى يعني بسبب أنه رمى بالكرة غير قاصدا واتسخ ثوب القاتل فقتله، الطفل الذي في عدن تم اختطافه لأن هناك مشاكل أسرية ويعني حبسه في خزان إلى أن توفى. مثل هذه الجرائم التي ربما لم تكن معروفة لدى المجتمع، ما سبب ظهورها بهذه الكثرة خاصة في الآونة الأخيرة؟ حقيقة سبب ظهورها أن الآخر وصلت عنده عامل العدوانية، صار متفنن وفنية القتل تنوعت وأخذت من ملفات اللاهوت الذهنية عنده مساحة كبيرة، بحيث أصبح لا يفرق بين طفل وشاب وأيضا رجل عاجز، فصار يتفنن في عوامل القتل في جوانب الأطفال الذي اليوم ينتهك حقهم من قبل أشخاص قد يكونوا مدفوعين لهؤلاء الأطفال، وقد يكون لديهم هاجس القتل، فهاجس القتل أوصلهم إلى أنهم يمارسوا هذا النوع من القتل على الأطفال. نعم. إذا يعني ما الذي يجب على المجتمع المدني والمنظمات المعنية عمل إزاء الحالة الراهنة في البلد وخصوصا تجاه هؤلاء الأطفال؟ حقيقة لا نقول على المنظمات بل على أولا الأسر، بداية الأسرة، ثم بعد ذلك يأتي التوعية المجتمعية، ثم بعد ذلك تأتي منظمات المجتمع المدني وكذلك عامة الشعب. هنا يحدث ما يسمى بعامل التوعية والتثقيف. نحن في المجتمع اليمني حقيقة بعض المحافظات صارت يعني تأخذ الأمر بألا مبالاة، وكأن الطفل هذا شيء عادي خلق من أجل أن يرمى به إلى 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 محرقة، أن يرمى به إلى مقدمة الجيوش، أن يؤخذ ويقتل دون سبب، إما عنادا لسبب عناد لأسرته أو لوالده إنه منتمي إلى أو إلى. فهنا صارت الحقيقة التي لابد أن نقف عليها اليوم، ومن خلال هذا الموقف الذي نريد أن نقوله أن الأطفال أمانة أولياء أمورهم أولا، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية التي هي مرحلة التوعية المدرسية، ثم التوعية في الذي هي في مجال الشارع، ثم بعد ذلك يأتي مجال ما يسمى بمجال العام. هنا يحدث ما يسمى بالتوعية والحفاظ على الأطفال. اليوم
مجتمعنا مثلا المجتمع اليمني صار من خلال البرامج التي نقدمها صار هنالك يعني توعية، صار إقبال. لماذا هذا الإقبال كله في على مثلا على المركز الذي نقوم فيه في إعداد وتأهيل الأطفال؟ كونه وجد هنالك حاضن آمنة، أيادي أيضا أمينة تسعى وتعمل على إعادة الملفات المعطوبة، إعادة الأمن بدل الخوف، الشرود الاستقرار بدلا عن الشرود الذهني. ايضا بدات هذا المركز بخلق روح جديده عند هذا الطفل. بدانا اليوم نستقبل في نبحث عن الاطفال ونذهب من مديريه الى مديريه. اليوم وجدنا على ان الاطفال يتدافعون الينا بالمئات، وهنا ندعو كل المنظمات ان تحذو حذو هذا المركز لتعم الفائده في جميع المحافظات. نحن اليوم نشتغل في مأرب، لكن بقيه المحافظات التي يعني فيها الصراع وفيها فيها فيها الاقتتال، الطفل هنا لابد ان ياخذ حقه، لابد ان ياخذ البرنامج الذي نحن اليوم جميعا نسعى الى ايصاله الى الطفل هذا وخلق روح. الحرب تؤثر في الكبار، فما بالكم في عندما ننادي بان لابد ان نتلقف الاطفال، وايضا نتلقف ايضا شريحه الفتيات. هذا البرنامج لابد ان يعم حتى تحدث هنالك فائده، ويحدث ايضا أمن واستقرار عند الأطفال. إذا كان الأب بطبيعة حاله يخاف على لقمة العيش، فكيف بالابن الذي يخاف على حياته التي يمارسها؟ اليوم الأطفال ولو أننا يعني وصل بهم العامل إلى عامل ما وراء الأمن الذي هو التحرش إلى ما وراء الغير ذلك من هذه الأمور التي صارت الأطفال عرضة. يعني إذا كان القتل قد ينهي، يعني افترضنا جدلا أن القتل ينهي الجثة وينهي الطفل، فما بالك بالجانب التحرش الجنسي، أكل الحبوب والمخدرات، أكل. نحن يعني حقيقة المجتمع اليمني مجتمع بسيط، مجتمع متآلف، مجتمع مترابط. ما حدث دعني أحدثك عن هذا المجتمع دكتور. سنحصد نعم، يعني هذا المجتمع الذي تتحدث عنه بهذه الجمالية ربما تغيرت ملامحه كثيرا للأسف الشديد. نتحدث في هذه النقطة بعد أن تشاركنا حديثنا الأستاذة هدى الصراري رئيسة منظمة الدفاع للحقوق والحريات من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتي. أهلا بك أستاذة هدى، وأود أن أسألك عن دور الأمم المتحدة والجهات التي تقف خلف اتفاقية حقوق الطفل حول ما يحدث لأطفال اليمن من عنف جسدي يؤدي إلى القتل، وعنف نفسي، واختطافات واغتصابات وما إلى ذلك. أولا دعينا نتحدث عن الجريمة أو الانتهاك نفسه. حقيقة ما تشهده المحافظة عدن وبعض محافظات الجمهورية اليمنية من انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والطفولة بشكل عام شيء يحز في النفس، نتيجة غياب أولا الوازع الديني وغياب القيم الإخلاقية بعد الحرب التي نشبت في اليمن والتي أدت إلى خلق العديد من المفاهيم المجتمعية التي كانت تتميز بها الجمهورية اليمنية وتتميز بها أيضا المحافظات الجمهورية اليمنية. لكن للأسف إذا جئنا نتحدث عن هذه الانتهاكات من منطلق حقوقي، هناك عدة أسباب لظهور هذه الانتهاكات بشكل واضح وبشكل متعدد في الآونة الأخيرة. أولا هناك غياب الدور الأمني، كذلك غياب أيضا الدور القانوني أزاء بعض الاتفاقيات التي تخص الطفل مثل اتفاقية حقوق الطفل التي من المفترض منذ بداية توقيع اليمن لهذه الاتفاقية أن تكون هناك عدة إجراءات أو آليات على الأرض
لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. أولا مطابقة التشريعات اليمنية باتفاقية حقوق الطفل. نحن هنا اليوم في اليمن عندما نقف على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات نرى أنها فقط نحن موقعين على هذه الاتفاقيات دون وجود أي نقاط أو أي بنود حقيقة تنفذ هذه الاتفاقية على سطح وعلى الواقع. كذلك أيضا غياب التشريعات التي تجرم الانتهاكات ضد الطفولة خاصة والانتهاكات أو العنف الأسري بشكل عام. إذا رأينا للانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة في اليمن نلاحظ أولا انتهاكات في ظل العنف الأسري، الأطفال الذي قتلوا في الآونة الأخيرة، الاغتصابات، الاغتصابات، مجمل الانتهاكات التي تخص الطفولة أولا ترتبط بغياب الدور التشريعي الذي يجرم الانتهاكات ضد الأطفال. حقيقة نحن النصوص القانونية في اليمن تشجع على ارتكاب الانتهاكات أو الجرائم ضد الطفولة لأنه لا توجد أي قوانين أو نصوص قانونية تردع المجرمين، فبالتالي أي جرائم تحصل أو تحدث ضد الأطفال لا يوجد أي نصوص تردع المجرم أو تردع القائمين بهذه الانتهاكات ضد الأطفال، وبالتالي تتكرر هذه الانتهاكات. ثانيا غياب الرصد والتوثيق الحقيقي الذي يعمل على العمل فيما بعد على الحد من هذه الظواهر. حقيقة نحن منظمات المجتمع المدني لدينا فقط هي رصد وتوثيق، لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد الرصد والتوثيق؟ ماذا بعد النشر لهذه الجرائم؟ هل هناك أي إجراءات أو آليات حصلت أو حدثت من قبل النشطاء أو الإعلام أو منظمات المجتمع المدني للحد من هذه الانتهاكات؟ للأسف لا. نعم، يعني أنا أود أن أسألك كل هذه التقارير أستاذة هدى، يعني تقارير كثيرة تتحدث عن واقع الأطفال في اليمن، عن الصراعات المسلحة، ما أهمية هذه التقارير وجدواها إن لم يعني تمثل رادع حقيقي لمرتكبي هذه الجرائم؟ شوفي، حقيقة التقارير هي مهمة جدا وآلية الرد والتوثيق هي مهمة جدا، أولا لتسليط الضوء على مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال في اليمن. ثانيا عندما تصدر أي تقارير من منظمات دولية أيضا تسلط الضوء بشكل واسع جدا على حجم الانتهاكات الحاصلة ضد الطفولة في اليمن، لكن ماذا بعد؟ الآليات الدولية ليست مجرمة وليست آليات تعمل على معاقبة الجاني، لكن نحن نتحدث هنا عن آلية وطنية تجرم هذه الانتهاكات. آلية وطنية ونصوص تشريعية حقيقية تمام تجرم مرتكبي هذه الانتهاكات، بحيث من يرتكب هذه الانتهاكات سوف يعاقب وسوف يخضع لمحاكمة. نعم، أنت تتحدث الآن ربما أستاذة هدى عن واقع تكون الحكومة بوضعها الطبيعي حتى نقول تشرع وتصنع وتنفذ، لكن الواقع الآن للأسف الشديد اللا دولة في المناطق المحررة، حكم الميليشيا في المناطق التي يسيطرون عليها، كيف يمكن الحديث عن الدفاع عن هؤلاء الأطفال إن لم يكن من المجتمع ذاته هذا التحصين التوعية؟ أتفق معك فيها فعلا. أتفق معك في هذه النقطة، هناك ضعف أو فعلا نحن نعيش في اللا دولة، لكن هناك لازم انه يكون حراك مجتمعي تجاه او ازاء هذه القضايا او الانتهاكات التي تحدث. لدينا في المجتمع منظمات مجتمع مدني، لدينا نشطاء، لدينا جهات انفاذ قانونيه مثل اقسام الشرط والنيابه والقضاء، ممكن انها تقوم بتغليظ العقوبه للجاني الذي يقوم بارتكاب هذه الجرائم مثل الجرائم التي حدثت المشهوده في عدن وتم معاقبه الجناة وتنفيذ العقوبه والقصاص من المجرمين. لا، هناك عده خطوات ممكن نحن نقوم بها دون الرجوع الى الحكومه، شراك مجتمعي من منظمات المجتمع المدني، من افراد المجتمع، من النشطاء، من الاعلام، من المواطن نفسه. المواطن يجب ان يكون مراقب عن ما يحدث في مجتمعه او من خلال البيئه التي المحيطه به، لكن هناك يعني اهمال وهناك استسهال فيما يجري، لهذا نحن الان ننظر الى تعدد هذه الجرائم، وبالتالي حتى مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات ان لم يلقى عقوبه رادعه سوف يخرج الى المجتمع ويرتكب غيرها من الجرائم، ان لم يكن هو نفسه يكون عده منتهكين اخرين، فلذا يجب المجتمع نفسه ان يقف بمسؤوليه، ان يقف المواطن اليمني بمسؤوليه تجاه اطفال اليمن والانتهاكات التي تحدث للطفوله في اليمن.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك هدى السراري رئيسة منظمة الدفاع للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور مهيوب. دكتور مهيوب، يعني ربما قبل الاتصال كنت تتحدث عن المجتمع المترابط الأليف المتراحم المتماسك، يعني ألا تجد أن هذه الفترة منذ الانقلاب شوهت ملامح هذا المجتمع؟ الأب الذي أصبح يقتل أطفاله، الأب الذي الأم التي تعذب أطفالها، الخال الذي يقتل يعني أولاد أخته، والجار الذي يقتل جاره بهذه البشاعة، كل هذه القصص يعني ليست يعني لنقل حالات نادرة، أصبحت للأسف متلاحقة متتابعة، حتى أن كل جريمة لم تأخذ حقها أو صداها إلا وأتت جريمة أخرى تنسينا الأولى. أين هذا المجتمع الذي تتحدث عنه، يعني الذي ربما كان أيضا في أذهاننا جميعا؟ حقيقة أخت آسيا، ردود الفعل هذه طبيعية، فردود فعل الحالة التي نعيشها اليوم حالة غير مرغوب فيها في المجتمع اليمني. ردود الفعل الشعور بالقلق جعل الآباء والأمهات والجيران جميعهم يسعى إلى عامل العدوانية. هنالك يعني ردود فعل صارت متوقعة، يعني طبيعية الآن في المجتمع اليمني، رغم أنه مجتمع متآلف متآخي مترابط، إلا أن الحرب التي طالت ووصل مداها إلى أن الأب ممكن يساعد ابنه على أنه يقتل نفسه، الأم التي ممكن الأم الرحيمة الرؤوفة التي ممكن أنها تتعدى رغم أن تاريخها تاريخ أمومي، تاريخ حب وعاطفة وحنان، تجعل يعني من ربما تقتل أو ربما تساعد ابنها على القتل، وحدث من هذا كثير. سبب ما هو السبب؟ هذه تسمى ردود فعل غير مرغوب فيها أو ردود فعل غير متوقعة. لذلك ما يحدث اليوم في المجتمع اليمني يعني من ردود فعل جعلت الإنسان يعيش في خوف، يعيش في قلق، يعيش في كوابيس منامية، يعيش في كذلك في نوم متقطع، انخفاض وتيرة العمل، سلوك عدواني، يعني قد يصل إلى الإمساك أو الإسهال، التبول اللا إرادي عند الأطفال، العزوف عن الطعام. هذه كلها تسمى ردود أفعال ليس عند الأطفال بل عند أولياء الأمور. جعل الوضع الحالي، الحرب التي نعاني منها اليوم، جعلتنا نصل إلى ردود أفعال غير مرغوب فيها. ولذلك اليوم الآباء يحتاجون إلى دعم نفسي، وخاصة أخص بالذات الناس النازحين الذين نزحوا. الشخص النازح وصل إلى تفكير أنه انتهى كل الماضي وأقبل على مستقبل، هذا المستقبل مجهول، هل سأعود إلى الماضي الذي كنت، المباني التي بنيتها والول؟ فعند ذلك يحدث عنده ما يسمى بعامل العدوانية الغير مرغوب فيها، القلق النفسي على الماضي، القلق النفسي على المستقبل الذي يراه أمامه مظلم. وخاصة أخص بالذكر الناس الذين نزحوا من 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 محافظة صنعاء، من تعز، من إب، من حجة، من صعداء نفسها. هنا هؤلاء الناس بطبيعة حالهم أنهم يصابوا بصدمة نفسية، هذه الصدمة النفسية عادت سلبية على الأولاد الأطفال، وعادت سلبية أيضا حتى على النساء أنفسهن. اليوم من خلال هذا الموقف نحن نقدم للنساء أو للمرأة أن تتعامل مع هذا الشخص النازح، هذا الزوج النازح، بالتعامل إتيكيت راقي، حتى أفضل مما كان عليه في المستقبل في الماضي عفوا، لأن هذا الشخص يعاني الآن،
يعاني من ضغط نفسي، يعاني من وسواس قهري، يعاني من جلد ذاته، وصل جلد ذاته إلى أنه يعني يخرج من البيت ولا يعود. نعم. ما هو سبب السلامة دكتور؟ يعني نعم الوضع أيضا القتل القائم الآن. الوضع للأسف الشديد، يعني كلما طال أمد الحرب يعني أن المجتمع يتشتت أكثر، أن المجتمع يتضرر أكثر، فلذلك نأمل أن تنتهي هذه الحرب حتى على الأقل يحاول المجتمع أن يعود لملامحه ولطبعه الأول. شكرا جزيلا لك دكتور مهيوب المخلافي الأخصائي النفسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمانه.